انت متخيل السيناريو بتاع الماتش هيبقى ماشي ازاي؟ شوف، هو الماتشات دي دايما، وماتشات النجم بالذات، مالهاش سيناريو مع النادي الاهلي. تبقى انت ضامن المباراه هنا، تلاقي الامور لا قدر الله، تبقى انت هناك رايح مش ضامن تحقق. لكن هي في الاخر تركيز لعيبه الاهلي واضح، وتركيز جهازه الفني ان المباراه دي. وعلى فكره يمكن خليني اقول لك كلام اللي قاله فايلر فعلا. اتفضل. احنا مركزين في المباراه دي، ما تشغلوش بالكوا لا بتاهل الهلال اقرب، لا الماتش الثاني، ركز معاهم بشكل كبير جدا في الكلام والحديث يا كابتن على المباراه دي. المباراه دي هي المباراه الفيصل بالنسبه له. وبالتالي انت ما تلعب منافس، منافس عنده امور كبيره جدا انه يخرج بالمباراه، عنده فرص اكبر. المنافس قدامك يعني اعصابه هاديه، اموره هاديه، عنده فرصه ثانيه اسهل من الفرصه الثانيه بتاعتك. هو مش فارق معاه غير انه يحافظ على شكله وادائه. طبيعي اللي انا شايفه بكره من ناحيه النجم ان اول 5 دقايق دي لازم يضغطك ويخش ويفتح الملعب ويحسسك ان هو ياخد بس الحماس، وبعدين هينكمش تماما لغايه ما النادي الاهلي يقول كلمته. اول ما النادي الاهلي يقول كلمته بهدف ويحقق هدف، وان شاء الله ده يحصل بدري، هو يقدر يفتح الجيم معاك، خلاص هتبقى مش فارقه معاه. مش فارقه معاك. انما قبل ما النادي الاهلي يحقق هدف، ما اعتقدش ان هو هيباغت، ما اعتقدش ان هو هيكون ليه المبادرات، لكن هيلعب على الكور اللي هو بيحب يلعبها، هيلعب على المرتدات، هيلعب على اللعب خلف المدافعين، هيستغل اندفاع لعيب الاهلي واندفاع الطرفين. عشان كده لازم يبقى فيه حذر قبل ما النادي الاهلي يا كابتن اسلام يفكر، وقبل ما جريدو يفكر ازاي يجيب هدف، لازم يكون مأمن تماما ما يخش مش مرماه هدف. وانت النهارده بتلعب مباراه بكره ان شاء الله علشان تحرز هدف وتطلع كسبان، فما ينفعش وانت مركز لا قدر الله وكل السيناريوهات متوقعه، لا قدر الله حصل سيناريو زي ده، لازم يبقى عندك القوه والدافع انك ترجع تاني في نفس الماتش. كل اي ما فيش النهارده مباراه ليها سيناريو واضح، بالذات ان حكم المباراه اللي موجود بكره جوميز حكم مميز قوي فير، يعني 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 انت عندك مباراه بكره كره قدم ثم كره قدم ثم كره قدم، وما يدور بقى في السيناريوهات. لا قدر الله كل فرقه عندها ممكن في لعيب معين يصاب، كل مدير فني 100% مش هينزل بالقوه الضربه بتاعته من بدايه المباراه 100%. قال يوباتجي يلعب بكره من وجهه نظرك؟ تصوري. يعني لا لا ده بالعكس.